سؤال في العلوم، ندوس على البزر. 20 نقطة لو الإجابة صح، تقدمت لأول مرة. علوم والسؤال. سوشروتا سمهيتا هو من أقدم النصوص الطبية للجراح سوشروتا، فما هي جنسيته؟ أقدم نص طبي موثق في الدولة دي بيرجع ل 1500 سنة قبل الميلاد. يا نهار أبيض، إزاي تفوتوا ال 20 ثانية من غير ما تحاولوا؟ يعني إيه؟ أنتوا التلاتة عندكوا خبرة وتغلطوا غلطة زي دي؟ لا لا، في إجابة؟ دوس على البزر. ريم، اليونان؟ إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. فيتنامي، هندي، صيني، إيراني. هو ما بين دولتين. هندي. طب نستبعد ليه هندي؟ من الاسم. سمهيتا مش اسم صيني؟ سوشروتا مش اسم صيني؟ كنتوا كام؟ 40. بيتو 60. إجابة صحيحة، هو فعلا هندي، وغلطة كبيرة جدا من أبو زعبل، غلطة كبيرة جدا، ما ينفعش. وانتوا عندكم خبرة، انتوا التلاتة، فأنا مش بلوم عبد الحميد، بلومكم انتوا التلاتة. ركزوا، كانت نصوص في الجراحة وفي طب الأذن والأنف والحنجرة والعين والأمراض العقلية وطب الأطفال. رويل خطفت الجوكر من أبو زعبل. آخر سؤال في الفقرة، رويل، علوم والسؤال. في أي دولة عربية تم اكتشاف نيزك النخلة عام 1911؟ سقط في 28 يونيو من أهم ثلاث نيازك سقطوا على الأرض من الفضاء. ثانية، اكتشف العلماء فيه مؤخراً شكل بيضاوي أجوف شبيه بخلية حياة ميكروبية. العلماء بيقولوا ممكن تكون أصل الحياة فين يا ريم؟ السعودية؟ تاني؟ دي غلطة بقى. ليه؟ إحنا صعب جداً بنسبة 99% نسأل عن بلد مرتين وفي نفس الفقرة. مستحيل، مستحيل. اللي في خبرة مرة في فريق إعداد بيشتغل، مش أي كلام يعني. إجابة خاطئة. إجابة غريبة الحقيقة. غريبة؟ طب بما إنها غريبة ما تدور على إجابة مش غريبة. بقى خلاص إحنا حددنا مصر. النخلة دي قرية في البحيرة ومصر. إجابة صحيحة. عبد الحميد بيشارك لأول مرة و40 نقطة لفريقك. برافو عليك عبد الحميد، لازم أحييك، بتشارك لأول مرة ومتألق. ومريم ويوسف وعلا عندهم خبرة ومجوش النهاردة. عبد الحميد مركز، هي دي الحقيقة، ولكن ده ما يمنعش ان انتوا ترجعوا تاني في المباراة وتركزوا انتوا كمان. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.